رحلة الهجرة من مكة للمدينة. في اليوم اللي بتتآمر قريش فيه على أكل النبي، يجي الإذن من ربنا سبحانه وتعالى ليه بالهجرة من مكة، ويبعث له جبريل علشان يبلغه. يروح النبي لسيدنا أبو بكر الصديق ويبلغه بالهجرة، وساعتها أبو بكر يطلب أن يخرج معاه في صحبته. ينام سيدنا علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة دي، ويخرج رسول الله من بيته من بين المتربصين من قريش بعد ما ربنا يحفظه ويعميهم عن رؤيته. يفضل النبي وصحبه أبو بكر في غار ثور 3 أيام، ويقلق أبو بكر الصديق لما يشعر بقرب أحد المتربصين، فالنبي يقول له لا تحزن إن الله معنا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أبو بكر للمدينة، ويستقبلهم أهلها بالأبيات الشهيرة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قصة هجرة النبي بتحمل معاني وأحداث كتيرة، وكان اليوم اللي قريش هتقتل فيه سيدنا رسول الله هو اليوم اللي ربنا فتح عليه بالنصر صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم مهاجرين بقلوبكم وجوارحكم إلى الله.